أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا أكيد شكرنا إلى زميلنا ماجد الأسدي على هذه الجولة اللي من خلالها تعرفنا بعض آراء المواطنين حول كيف نتغلب على مشاعرنا السلبية. بالبداية يعني نوهت ليلى فد كلام جميل، المشاعر السلبية تتعدد، يعني ما بين أما الحزن أو القلق أو الغضب، هاي كلها مشاعر سلبية. يجب احنا اليوم علينا ان نتغلب على هاي المشاعر السلبية، وبدل مشاعرنا السلبية نخلي فد مشاعر بها ايجابية تعطينا فد امل، تعطينا فد طاقة، حتى لا يكون كل يومنا او كل نهارنا مكدر. لازم اكو فد شي يفرحنا، لازم بين هذا الحزن وبين هذا الغضب اكو شي يفرحنا، اما ابتسامة من وجه طفل او فد دعوة من قلب محب صادق او فد صديق مقرب لك انت تتحدث وياه يعطيك فد امل، يعطيك فد تفاؤل. اذا اكو حالات كثيرة احنا نستطيع ان نتغلب على مشاعرنا السلبية. طبعا اكيد كثير من التعليقات اللي انارت الصفحة الرسمية لموقع قناة كربلاء الفضائية، وراح نبدي وياكم حتى ما ناخذ الوقت بأولى التعليقات. من الاخت هدى عباس عيساوي تقول: المشاعر السلبية تأتي بسبب الضغوطات النفسية اللي نتعايش وياها سواء بالبيت أو العمل أو خارج البيت، فكلما ضغطنا على نفسنا بالتفكير بهاي الأحداث اللي حدثت ويانا كلما راح تتعكر نفسيتنا وتتولد مشاعر سلبية. إذا الحل الوحيد، تقول هدى، إذا وجدت نفسك متعكر المزاج راقب مستوى الحركة لديك، لأن المواد الكيميائية التي تفرز في الدماغ والمسؤولة عن الشعور بالبهجة والراحة والاطمئنان مرتبطة بالحركة والسكون، كلما تحركت أكثر تحسن مزاجك. لهذا أنصح ومن باب التجربة أن تترك الجلوس بمكان واحد وتقوم بحركة ما، بإنجاز أي عمل ما به حركة لتتحسن النفسية. طبعا صحيح أنا هم سامعة بهذا الشيء، يعني إذا كنت في حالة غضب عصبية، إذا كنت واقفة جلسي، إذا كنت جالسة المهم تتغير الوضعية، المهم تتغير وضعيتك. صحيح هذا الشيء. إسراء، أكو مسألة ثانية، يعني هسه هاي الخطوة أنت اللي تقولين عليها هي صحيح، هي ما إجتي من فراغ، هي يعني لو نتيجة تجربة، صحيح، لو دراسة من هالقبيل. لكن أكو موضوع أنه دائما يقولون لما تتعرض الموقف صعب اللي واحد من أدها الغضب، يقولون لازم تحافظ على هدوء عندك في داخل نفسك، يعني إذا ما توفر هذا الهدوء بداخل نفسك ما راح تقدر أصلا تطبق هذين الخطوات، فيحتاج لها تدريب. يعني مو هسه مباشرة، هو تشوفين خصوصا إحنا شلون ما شاء الله العرب نصير أعصاب ناكبة، صحيح، فمو من سهولة يعني نطبق هالشي هذا ونغير الوضعية اللي إحنا موجودين بيها. فكل ما ندرب نفسنا شوية شوية، كل ما نخبر يعني اللي داير مدايرنا يابا أنا داريد أتخلص من خصلة الغضب، حتى الآخرين أيضا يساعدونا يسامحونا، يعني إذا صرنا أعصاب أو هيك شيء بالتدريب نوصل لهذه المرحلة، وبالتالي راح نتخلص من موضوع الغضب، لأن إحنا نعرف هسه الغضب من المشاعر السلبية وش قد بيه تأثير سلبي على صحتنا. صحيح. زين، خلينا نشوف من ويانا بعد. حنشوف نور الزبيدي. نعم. السلام عليكم من جميع كادر برنامج صباح كربلاء. عليكم السلام حبيبتي. طبعا نور تقول انه الافكار السلبيه تعتبر جزء من حياتنا، لكن يجب ان لا ندعها تسيطر على تفكيرنا وتعكر مزاجنا. نحن نقضي وقت طويل في التفكير بطريقه سلبيه حول حياتنا ومستقبلنا اكثر مما ينبغي، مما يجعل مساله تخليص انفسنا من هذه السلبيه بالغ الاهميه. عليك إبعاد السلبيين من حياتك، يجب أن لا تكون محاط بمن يرغبون في رؤيتك تفشل، وفي حال أخبرك شخص ما أنك عديم القيمة أو لست جيدا بما يكفي فهو لا يستحق أن يكون في حياتك. ثقة الإنسان بنفسه هي مفتاح النجاح في مجالات حياته المختلفة، لذلك يجب على الإنسان الوثوق بنفسه وبما وهبه الله من قدرات، بالإضافة إلى الثقة بالله التي بفضلها تطمئن النفس. شكرا نور على مشاركتك. فعلا يعني هسه كلامك ينطبق تقريبا على الكلام اللي حكيت بيه ويا اسراء، انه من قلنا نريد نتخلص من الغضب، فاصدقائنا واللي حولنا كلهم نقول لهم احنا نريد نتخلص من الغضب، فحتى يسامحونا ويساعدونا.
ايضا نفس الموضوع، حتى انا اريد اتخلص من السلبيه، اول شيء ابتعد عن الناس السلبيين، اخلي دائما الاشخاص الايجابيين هم اللي قربي، لان كثير من العادات هي يقولون تنتقل بالعدوى. صح، فاني اخلي ناس ايجابيين. صحيح. حتى شويه شويه اصير اشبههم. صحيح. اصير اخذ من عندهم. اي فهنا ان شاء الله هي هاي المبدا كلش ضروري نتبعه. ايضا عندنا تعليق ليلى من خادمه الحسين تقول: السلام عليكم. وعليك السلام. كل من يقرا السؤال تاتي بفكره، يعني عده مواضيع الان، الافكار السلبيه تشمل امور كثيره ومتشعبه، ولكن باختصار هي من اسمها سلبيه، اذا ليست بالجيده. في اي امر اتغلب عليها بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. كل عمل سلبي لا يرضي الله سبحانه، والمؤمن يحرص على رضا الله، وان اخذته المشاعر السلبيه في جانب من جوانب الحياه يرجع لله، والله حب الاواب كثير الرجوع اليه، وندعو دائما بكثير من الادعيه والدعاء الذي يضمن له يضمن: اللهم لا تدع لي خصله سيئه الا اصلحتها، الى اخر الدعاء، لنحصل على العون بالله لنصبح على خير واحسن ما يكون ان شاء الله، موفقين، شكرا. اكيد يعني دائما التقرب الى الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى، هو بحد ذاته يخلصنا من المشاعر السلبيه. دائما يعني يقولون عندما تحتصر نفسيتك التجئ الى قراءه القران او زياره قبور الائمه صلوات الله عليهم اجمعين، هاي بحد ذاته تعطيك فطاقه ايجابيه. يعني انت بحد زيارتك اذا ترحين تزورين الامام الحسين عليه السلام واخيه بالفضل العباس عليه السلام، ايش قد ترتاح نفسيتك. صح. يعني ترجعين للبيت تقولين كانما اني كنت بالجنه، يعني حتى هسه يعني مكان روحاني تحسين فيه بالراحه. صحيح، اتفق وياك اسراء. تشوفين هسه الاخت ذكرت انه الدعاء، نعم، ناخذ مقاطع من دعاء ابي حمزه الثمالي او دعاء الجوشن الكبير. صحيح. تشوفين لما يقول: انا الصغير الذي ربيته، انا الشريد او الطريد الذي اويته، كل هذه يعني تخليش انه تعبرين عن اللي بداخلك. هسه احنا مرات نريد نعبر عن شيء يمكن تفوتنا المصطلحات، تروح من عندنا الجمل اللي نريد نعبر بيها عن مشاعرنا، لكن هنا بالادعيه نلقاها هي جاهزه وكانما هو ده يحكي عن لساننا. ايضا دعاء القاموس دعاء جدا عظيم. كثير ادعيه. نعم. اهل البيت عليهم السلام لما تقري تحسين نفسك خلاص انه خرجتي من كل الطاقه. صح. السلبيه. زين، نشوف حسن الامير المسعودي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام ورحمه الله. يقول: اتغلب عليها في ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءه القران والدعاء وزياره اهل البيت عليهم السلام. عندنا املي بالله، وايضا ام سما يدعونا بالتوفيق. شكرا لكم عزيزاتي. ايضا عندنا تعليق جميل جدا من جهاد جارود. شكرا لك. يقول قريت عليه حلو. يقول: شيء من الشمس قد يفي بالغرض، وشيء من الإفصاح قد يفي بالغرض، وشيء من الأكل قد يفي بالغرض، وشيء من الانتظار قد يفي بالغرض، وشيء من الاستعجال قد يفي بالغرض، وشيء من التغيير قد يفي بالغرض، وشيء من صباح كربلاء قد يفي بالغرض. شكرا لك يا أخونا، يعني انت اعطيتنا مو بس طاقه ايجابيه. طاقة. نعم. صحيح. حتى لو عندنا بداخلنا مشاعر سلبيه كلها راحت. صحيح. وخلص خليت يومنا جدا جميل حقيقه بيكم وبمشاركتكم وبمتابعتكم لبرنامج صباح كربلاء. انتم تلونون حياتنا بالوان جميله، وفعلا يعني نتشوق حتى يصير شوكه تصير 9 الصبح ونجي. صحيح. ونلتقي بكم من خلال الكاميرا. شكرا لك وشكرا لكل اللي تابعنا. ايضا تعليق جميل جدا من ام علي تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقرا القران الكريم ثم اراجع نفسي، اقارنها بما دونها من مستوى العيش، بعد ذلك استغفر الله واصل الى القناعه بما قسم لي ربي فتذهب عني وساوس الشيطان. اكيد يعني اليوم تعليقهم علي جدا جميل، بانه دائما احنا لا نقارن نفسنا بمن هو اعلى منا مستوى
يعني هذا التفكير بالمستقبل اللي ذكرته الأخت بالتعليق السابق، أنه تقول إحنا نفكر بالمستقبل ونفكر بشيء أكبر من حجمه. صحيح، أنا دائما أنظر إلى من هو أنزل مني مستوى، كمستوى عيش، مستوى تفكير، مستوى عمل، لا مستوى دراسة. تفكير. مستوى تفكير إحنا لازم نشوف تفكير تفكير مو تفكير، أنا دا أقولش تفكير بشيء يعني ثقافي وشيء. أكو تفكير أنت تقولين ليش أنا ما عندي فلان حاجة، ليش أنا ما عندي، ليش ناقصني هذا الشيء. التفكير بالماديات هذا نعم. ضروري جدا. أنا خلي أنظر إلى شيء أنزل مني، فهذا الشيء راح أوصل إلى قناعة بأن أنا عيشتي عيشة هنيئة الحمد لله والشكر، ربما غيري يحسدني عليها. صح. وأيضا عندنا تعليق من الأخ حسين الكربلائي يقول ترك السلبيات والتركيز على الموضوع الإيجابي. تحية لكم قناة كربلاء ويخصك بالسلام ست ليلى. شكرا عبد الزهرة. من خلال ترك السلبيات وإظهار الإيجابيات والتركيز عليها. إذن اليوم كل المتابعين متفقين على مبدأ واحد، هو احنا لازم نترك المشاعر السلبية نتجه إلى المشاعر الإيجابية، أما بالدعاء، ذكر الله، قراءة القرآن، يعني هسه تلاحظين إسراء، تلاحظين انه تلونت هذه الفقره بمجموعه من الافكار، انطونا مجموعه من الافكار، حتى يمكن هسه حتى اللي دا يشاهدونا من خلال الكاميرا هم يجاوبون بينهم بين نفسهم انه شلون يتخلصوا من المشاعر السلبيه. انطونا مجموعه من الافكار حتى احنا هماتين نستفيد من هذه القصه، وكيف انه نتغلب على مشاعرنا السلبيه. احسنتي. احسن الله لكم. نعم، الله يبارك.